اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. استاذ جمال الزهيري، ازيك يا استاذنا؟ اهلا بك كابتن. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كابتن اسلام الحمد لله. استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ يا كابتن كله كويس؟ الدنيا. الحمد لله. اعرف رايكم الاول قبل ما نتكلم عن مباراه المحله. رايك في مباراه الاهلي والزمالك؟ رايي في مباراه الاهلي والزمالك ان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي تحديدا عشان يبقى الكلام محدد، ضيعوا فرصه كبيره جدا لتحقيق فوز كبير اوكي في الشوط الاول تحديدا، وكانوا هم الافضل والاقرب. واحنا بنتكلم بقى كناحيه فنيه طبعا. والزمالك كان متراجع جدا وخايف من المباراه من البدايه، وطبعا ده ادى فرصه في الشوط الثاني ان نادي الزمالك بعد ما عمل تغييراته فيريرا نزل شيكابالا، وكان الحقيقة يعني له دور مهم جدا طبعا بلمساته وبخبرته ان هو يعني يعوض او يلحق النتيجة بالتعادل ثم بالتقدم بهدفين لغاية ما النادي الاهلي احرز هدف التعادل. فالمباراة في حد ذاتها هي مباراة انا بقول ان البدلاء كان لهم دور كبير جدا في الشوط الثاني من الفريقين ان هم يغيروا نتيجه المباراه. لكن كنتيجه انا بشوف انه النادي الاهلي كان ممكن لو كسب هذه المباراه طبعا هتبقى نتيجه افضل بالنسبه له، لكن الكلام لسه في الملعب. يعني نقدر نقول ان الفرصه ما زالت قائمه لان الاهلي عنده مباريات مؤجله ويستطيع من خلالها ان هو يحقق الفارق اللي هو عايزه في النقاط مع المنافسين الزمالك وبيراميدز. لكن المباراه بشكل عام بتفكرني شويه برضو يا كابتن اسلام بمباراه القمه بين الاهلي والزمالك في الدور الاول اللي هي 5-3. النادي الاهلي كان ممكن جدا نتيجه هذه المباراه ما تبقاش 5-3، كان ممكن تبقى نتيجة أكثر من كده. أعلى من كده، وممكن الأهداف اللي دخلت مرمى الأهلي برضو ما كانتش تدخل طبعا لأنه الأهلي ريح برضو شوية أثناء المباراة. يعني عايز أقول أنه الأهلي في المباراتين هو اللي إدى فرصة للزمالك يرجع للمباراة مظبوط. يعني في سواء في مباراة الدور الأول أو الدور الثاني. أستاذ محمود، بص كابتن، مشكلة يا كابتن، أنت النهاردة عندك 11 نقطة خسارة في المجمل بدايه الموسم. اوكي. الاهلي في المباراه نزل ونادي الزمالك عنده هاجس في الصفوف المكتمله، وفوجئ انه نادي الزمالك ما راحش لمرمى النادي الاهلي غير بعد 25 دقيقه بالظبط. اول حاله لزيزو، هو كان ابرز لاعب في فريق نادي الزمالك في الشوط الاولاني، هو زيزو كان اكثر حركه. نعم. يعني كان عنده الجراء. للاسف لم يستفيد لاعيبه الاهلي، وانا حزين انه ده يصل الى مستوى اللاعبين الدوليين في الفرقتين. كميه المس باص الغريبه والمريبه اللي تخليك تقعد تفكر لو رحنا كاس عالم كنا هنعمل ايه؟ لو ايه؟ لو رحنا كاس عالم كنا هنعمل ايه؟ يعني دي مشكله بترجعك يعني. لكلام قصدك كمنتخب. كمنتخب يعني. لو رحت كاس عالم كمنتخب كنت هتعمل ايه؟ لا، في اخطاء يا كابتن اسلام ما يصحش تظهر من اللعيبه بالحجم والمستوى المفروض والمبالغ الضخمه المدفوعه فيها. الاهلي فرط في الفوز واضاع في الشوط الاولاني، كان ممكن يقتل المباراه نهائيا ويخلص المباراه في الشوط الاول كعادته في المرات اللي فاتت، لكن ظهرت العيوب في الشوط الثاني. العيوب بدات الانفاس تقل يا كابتن، بدات الانفاس اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه افقدتها كل شيء، ولذلك في لحظات في المباراه تشعر لعيبه الاهلي وكان في اقدامهم اكياس من الرمل مش قادرين يتحركوا في الجزء بتاعها. لكن الزمالك استفاد من التراجع ده بالعوده بنفس الاخطاء بنفس الترتيب. وحكيت الكلام ده وقلت يا جماعه اعيدوا المباريات اللي قبل كده هتجدوا نفس الكور اللي عملها شيكابالا استفاد منها اللي قريبين منه، ما بيضغطوش، ما بيعملوش، بيشاهدوا بس، اتفرجوا. كل ده نتيجتي انت رجعت وصنعت بامانه شديده، والجيل ده بيحسسني بعض الاحيان بيصنع من البعض نجوم. يعني في فتره كده تلقى حد اصنع نجوم، اديت فرصه بقى انه الزمالك لعب بالناشئين ولعب بالمش عارف ايه وكسبه ومش عارف ايه، ولعب صغير عمل لقطه مهمه جدا على اكبر من ثلاث اربع مدافعين مميزين. بامانه وانا زعلان بقول يا جماعه، ما في ناس
في فرقه النادي الاهلي محتاجه تقف مع نفسها، مش محتاج حد يكلمها، كل واحد يقعد مع نفسه يتفرج يراجع يشوف هو ده مستواه مع الاهلي مع الفريق اللي مديله كل الامكانيات مع توفير كل الاجواء اللي خليك تنجح، انت راضي وشايف ان الجمهور راضي عنك؟ طب الاخطاء اللي انت بترتكبها من المباراه الاخرى يا اخي حرام عليك، ما ينفعش مش كل مره يبقى بهذا الشكل. الزمالك استفاد وقدر يرجع، خبرتك قدرت تعيدك للمباراه في دقائق، انك انت تعادلت وبعد التعادل برضو كان ممكن تكسب، وفي كذا كوره كفيله يكفي كوره السوليه وعلي معلول، يعني لو واحد سابها يعني لو سابها الاولاني التاني كان التاني ممكن يخلص الماتش على فكره، جاي وبشماله وفاضي ثم رجعت المباراه مره تانية لنادي الزمالك بكره في الـ في الـ في العارضه. المباراه انا شايفها متوسطه المستوى، اوكي، يعني كانت تستحق انها تروح لكده. ابرز ما فيها التحكيم، اوكي، بامانه التحكيم درس مهم، لكن دي درس من الدروس للاعيبه الاهلي، وبقول لاكثر من اربع خمس لعيبه بامانه شديده، شوفوا الاهلي وجمهوره بيعملوا ايه معاكم، وفكروا حبوا الاهلي شويه، حبوا انكم تتعبوا شويه، لازم تراجعوا نفسكم، ما ينفعش موسم صعب طويل محتاج رجاله واقفه، والجمهور مش هيقبل السنه دي يا كابتن اسلام. مظبوط، لكن انا ممكن في النقطه دي يا استاذ محمود اقول لك على فكره انا مش مع الموضوع ده، ولكن انا بسالك كلام حتى اللاعبين نفسهم يعني الاجهاد اللي عندهم لا يؤثر باي شيء، يعني انا لما سئلت في هذا الامر عن مباراه الزمالك قلت لهم لا، مباراه اهلي وزمالك دي ولا تقول لي اجهاد ولا تقول لي تكتيك ولا تقول لي بتاع اي، ليها قصه كده بتتعمل لوحدها. نعم. اجهاد ايه؟ معلش بكمل احترامي. لا لا براحتك قول لا رأيك. لا انا بكلمك بجد، لا تعالوا معلش يا كابتن اتفضل. ما هو الاجهاد؟ وما هي الشماعه؟ انا بكلمك اهو، ما ايه هي الشماعه اللي احنا بنعلق عليها مساله الاجهاد؟ انا عاوز يعني معلش لو انت اديتني فرصه كنت انا سجلت لك حجم الراحات والاجازات اللي اتخذت في الفتره بطريقه، حتى عندما سئل المدير الطبي او رئيس الجهاز الطبي المنتخب الوطني دكتور محمد ابو علي عن رايه في تاثير الاجازات المتكرره للاعيبه الاهلي رفض التعليق، قال مش من حق الدخل، لكن لما سئل طب انت رايك؟ قال لا، اثر على لاعيبه الاهلي، اثر بصوره، واقدر اقول لك التاثير ظهر فين. اوكي، في مباراه الكاس شفت حجم المس باص من لاعبنا ده، شفت الجمهور هو بيتفرج، لا الجمهور هو بيتفرج مش مصدق انه الوضع، حتى لو كانت الغيابات موجوده، حتى لو كانت الغيابات موجوده المفروض في بدايل، والبدايل منتظره الفرصه عشان تثبت تقول ان انا موجود. حضرتك هنا صح تتكلم عن البدايل، ايوه طبعا لازم البدايل تكون على نفس المستوى. معلش هي النقطه هنا ان انت بتتكلم عن البدايل وده كلام حقيقي وكلنا كنا بنتكلم فيه، لكن انا بتكلم على الناس اللي بتلعب ستاندنج في الاهلي وفي المنتخبات، ما هم دول خلي بال حضرتك. ما هو الاجهاد برضو كابتن معلش يجب انه انت عارف انك مجهد، مظبوط، يعني حتى اللعيبه عارفين ان في قدر كبير من المباريات بيلعبوها طبعا، فلابد من استغلال نقطه مهمه جدا اللي هي ان انت لما تكون ليدنج ومتفوق على دوس بقى دوس، لان ممكن الفرص. على فكره انا مش مع الكلام ده، بس انا بقول لحضراتكم الاسئله اللي بتطلع من الناس، اذا انت يعني. اذا انت ما استغلتش الفرص هتتحول ضدك طبعا، يعني وده اللي حصل. انت ضيعت، لا وفي ماتشات كتيره جدا لعيبه النادي الاهلي هم اللي بيدوا أيوة. الفرصه احيانا، ايوه لا مش احيانا، لا ما تقولش احيانا، قول لا انا بقول لا بتدوا، لا بتدوا ده حقيقي. ما هو بص الكوره اللي انت ما تستغلهاش هتبقى ضدك طبعا، لان انت هتيجي في الشوط الثاني، ده اللي حصل في ماتش القمه، ده اللي حصل في ماتش الزمالك، هيبتدي يبقى في اجهاد وإراق. وكمان نقطه برضو سريعه كده، انا مش مع الهجوم على محمد الشناوي. ليه؟ لان حارس المرمى اداؤه مهما كان عبقري، مهما كان اداؤه عالي جدا، انما بيتاثر باداء الديفنس اللي قدامه واداء الفرقه اللي قدامه. يعني ما تجيليش انت كورتين او ثلاثه عرضياته بتعدي من المدافعين واي حد بيكمل فيها ويدوس فيها بتبقى جون، واطالبه بان هو يبقى متصدي كحالته الطبيعيه. يعني هو انا معاك ان هو خرج اكتر من مره خروج خاطئ، بس خلاص ما هي المباراه اتفتحت فبقى في نسبه اخطاء. انا اعتقد ان الشناوي وما يحمله انا اقصد لازم برضو يتوقف من حب يعني للجمهور الاهلي، من حب للشناوي يعني اعتقد ان الشناوي
يعني ممكن تعدي الغلطتين ثلاثة اللي فاتوا دول. ايوه بس كمان لازم اتنين ثلاثة بس مساندة. نعم؟ اتنين ثلاثة بس لا لازم. لا لا ثانية يا استاذ جمال. اتنين ثلاثة بس مش عارف قول لي حضرتك. لا يا لا قول لي حضرتك. عاوز اسال حضرتك سؤال. فضل. هدف وفاق الصيف في مباراة العودة من نفس الزاوية اللي جه منها هدف الوداد مع الفارق، ان كرة الوداد في الزاوية فوق وكرة فاق الصيف كرة تحت في الناحية الشمال. أوكي. من نفس التسديدة. ولازم تلاحظ حاجة يا كابتن اسلام، انه برضه منافسينك بدأوا يعرفوا مشكلتك فين. ما خلاص فانا ايه هفاجئك بحاجات. اتفضل. زي ايه مثلا؟ زي هدف سان داونز في القاهره، نفس الكوره في حاجات. يعني عاوز اقول ايه، الشناوي الناس اديته الثقه ومنحته دفعه معنويه، هو نفسه محتاج يقف مع نفسه. لازم تقول ليه؟ لانه انا اسالك سؤال، من ضمن الاسماء اللي حضرتك قلت. طبعا طبعا هو على فكره محمد عارف الكلام ده كويس. ما انا بكلمك، انا بكلمك، ولكن هناك حاجات انا بس مش انت ايه عاوز اقول يا كابتن، ما تاخدش النقد يا كابتن اسلام. كابتن اسلام انا ما كنتش اقصد نحلل. انا ما كنتش اقصد. لا لا يا كابتن، لا يا استاذ جمال احنا مش قصدنا. لا انا كل القصه ان انا ملاحظ انه في برضه بس هل مثلا هل واحنا بنتكلم يا استاذ جمال يا استاذ محمود هننسى مثلا اخر كره في الماتش؟ لا اخر اللي بتاعت اوناجمو. بتاعت اوناجمو عملها لاسامه ليوسف ابن اسامه يوسف اسامه نبي. قالها واحد ما يجيبهاش غير الشناوي. قالها واحد ما يجيبهاش غير مين؟ انا بكلمك مثلا توفيق. يعني انا اقصد اقول لحضرتك ايه، هناك وهو على فكره هو متاكد ومتيقن طبعا محمد. اقبل النقد يا كابتن اسلام جداً. اقبل النقد ما دام بناء، يعني مش بنقودك عشان نهدمك. بمعنى ايه يا كابتن اسلام؟ هو يعلم تماما ان كل جمهور النادي الاهلي بيحبه وهيفضل يحبه. عاوزه ايه يا كابتن؟ ولكن طبيعي جدا ان لا في ذباب الكتروني. ايوه في وسط النصح. هو ده. بص هو ده اللي انا بتكلم عنه. ده مش تبعك على فكره. لا يا استاذ جمال مش تبعك، لان هو بيرتدي ثوب الاهلي وهو مش في الاهلي. برافو عليك، برافو عليك. بيعملوا بياخدوا بديات الاهلي وهو مش اهلاويه. في ناس معروفه بالاسم وانا بتابع السوشيال ميديا بلاحظ وعارفهم، عارف انتماءاتهم. ماشي ماشي، لكن هم دول بقى اللي هم بيعلوا الريت. بيعلوا بالظبط الريت. ما الله ينور عليك. يقول لك ايه بقى، في موجه دوس فيها عشان يكمل. دوس فيها عشان نكمل. زي زي موجة موسيماني كده. اوكي. موجة موسيماني. اترمى الطعم. ومن اللي غزاه؟ الزبايب. بعد من لا يشجع الاهلي. بعد من لا يشجع، لا لا من لا يشجعون الاهلي. هدفهم كان ايه؟ هدفهم اللي انت فيه دلوقتي. ماشي. وانساق وراءهم بعض الاهلاوي انخداعا بانه ده في الصالح، وبعدين ظهرت الوجوه الطبيعيه ايه؟ ما هو ده اللي انا بحظه. ما خلصنا منه. ده حظه، ده مش عارف ايه، ده جاي على فكره. انا اللي بحذر منه. مفيش مانع ان انت ايوه، بس ده يودينا عارف لفين يا استاذ جمال يا استاذ محمود. يودينا لان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هي حمله. على فكره احنا كلنا مقتنعين ان هناك بعض اللاعبين بما فيهم اللاعبين، انا اتكلمت مع معظمهم يعني كلهم مقتنعين ان هو في حاجه. طبعا طبيعي طبعا. وعلى فكره يا استاذ محمود يعني حضراتكم اساتذتنا، وياما سافرتوا معانا وياما كنتوا بتشوفونا. كلنا تعرضنا لهذه المواقف، وكلنا كلاعبين تعرضنا لاكتر من كده بكتير جدا جدا جدا. لكن العوده هي دي بقى الفارق ما بين اسلام محمد علي حسين اي حد. ايه الميزه يا كابتن اسلام في فريق بحجم الاهلي اللي التاريخ ده اتصنع بيه؟ والله كان بحاجه واحده، اللي هو الروح في الملعب. صح الروح مختفيه يا كابتن اسلام في الفتره اللي فاتت دي، مع كامل احترام، ظهرت في بعض الماتشات والغالبيه اختفت بيها. الروح اللي هي ايه؟ الروح القتاليه على كل كوره. لكن لما تجد انت فريق وتجد فرقه لعيبه النادي الاهلي بيقعدوا يتفرجوا على مهارات فرديه من المنافس، وانا اقعد اتفرج عليه اشوفه يعد ويعمل اللي هو عايزه، الجمهور مش مصدق ان دول لعيبه الاهلي، حاسس انه في حاجه غلط. لما تيجي تقول لي ارهاق، اقول لك تعمل ايه في الناس اللي قبل كده كانت تسافر السفريه في يومين وثلاثه ويعمل ثلاث محطات ترانزيت ويبات في المطار؟ ده انت طياره خاصه رايح، طياره خاصه جاي، طباخ بالكامل ومعاك الاعداد، كل اللي انت عايزه بحقق لك. ما هو الاجهاد؟ بس الاجهاد اذا كان حاجه واحده. ثواني بس ثواني فندم. الاجهاد الا انك بتشغل عقلك بامور لانه الاجهاد العقلي اخطر من الاجهاد العضلي. طبعا خلاص طبعا ماشي، ماسك موبايلك وسهران للصبح طبعا بتضيع وقتك. ده بيعمل لك حاله من عدم التشتيت. مش مهتم بنفسك وقاعد طول الليل ما بتفكرش حتى في دايما يقول لك ايه، عيش المباراه قبل ما تلعبها.
يعني هلعب على اسلام بكره انا هقعد اتفرج بيعمل ازاي ويمشي ازاي. طيب استاذ محمود، هل بما انك بتتكلم عن الذهني، هل لا يوجد اجهاد ذهني؟ بمعنى وانت استاذنا برضو عارف، ايوه انا بقول لك في اجهاد ذهني، ان في حاجه لا، ما هو اجهاد ذهني من كره القدم بعيدا عن الامور الاخرى، لكن انا اقصد ان انا لعبت نهائي افريقيا وما كسبتش، لعبت النهائي كاس العالم او نهائي اللي وصلنا لكاس العالم وما وصلتش، اتغلبت من اثيوبيا، اتغلبت من كوريا، اتغلبت من ده كله له تاثير، اعتقد ان ده كله له تاثير، بما يعني الواحد شاف الحاجات دي شويه. ف مع ان مش شفتهاش في الاهلي خالص والله، احنا الفتره اللي لعبنا فيها في الاهلي والمنتخب كنا بنكسب كل حاجه، لكن على اعتبار ان اللي حصل ده لازم هياخد من ذهنك شويه، وانت احيانا ما تتاثرش مش شويه، لا احيانا ما تتاثرش جدا، يعني حجم التاثير بيختلف برضه. يعني لا هي انا من وجهه نظري يعني العوده فترة. نعم العوده في قد ايه؟ طبعًا ان انا ما تاخدش مسافه، هو ده الفرق. يعني مباراه والتانيه. نعم يا فندم، مباراه والتانيه لازم ترجع بالظبط كده. ما ينفعش يعني اللي هو برضه استشفاء، ما هو ده طبعا نوع من الاستشفاء الذهني، صح؟ ان انت ازاي، وكان دايما بنقول ايه، النادي الاهلي مثلا ما مثلا كنا دايما نقولها على طول ونقول ان دي من مميزات الاهلي، ما يخسرش هو وحش، ما يخسرش ماتشين ورا بعض، اوكي، او ما يخسر او ايه، حتى بيبقى وحش جدا اداء ويكسب. نعم، دي كلها برضو من ضمن المميزات. انا شايف ان بكره هيكون موضوع مختلف يا استاذ محمود، بمعنى ان بكره انت عندك اصابات كثيره جدا لاول مره، مفاجاه يا فندم، مفاجاه والله، ما هو مفاجاه بس بس متوقع. اه طبعا، خلي بال حضرتك، لانه زي ما حضرتك قلت يعني امور سابقه، لكن في النهايه خلينا نتكلم في اللي جاي. قد تكون في بعض، انا قلتها كده ورزقي على الله، ان قد تكون الاصابات في بعض الاحيان هي جيده في حق اللاعبين، بعض اللاعبين. ليه؟ لانه هريح، يعني هريح بقى الكلام اللي حضرتك بتقوله، طبعا هو مش صح، لكن انا بقول بتريح ذهنيا وبتريح عضليا وبتريح، تاخد لك يوم كده تقوم جاي متدلك الصبح وبعدين جري خفيف وبعدين ترجع تاني يوم تتدلك تاني، الحاجات اللي كنا بنعملها كلنا. كابتن اسلام، انت ريلاكسيشن، انت لا انت بامانه شديده السابق اتاثر بانه الجهاز لم يكتمل. ليه الجهاز لم يكتمل؟ لانك لما تيجي ترجع سابقا، يعني لما تيجي ترجع يا كابتن اسلام للفترات اللي حتى فترات مانويل، كنت تلقى الجهاز اللي فيه مدرب عام واثنين مساعدين. طبعا طب ايه دور الاثنين مساعدين؟ حتى ما لهمش دور في التدريب، عارف دورهم ايه؟ كنت دايما اشوف كده، يا كابتن علاء ميهوب تلاقي واخد اثنين ثلاثه لعيبه بيمشي معاهم بيتكلم معاهم، كابتن حسام بدري كان بياخد كذا كذا، كابتن اسامه عرابي، كابتن اسامه عرابي كان بياخد كذا كذا، لما كان موجود كابتن مختار كان الوضع كذا، لما كان موجود كابتن ضياء السيد كان ليه، حراسه المرعى نفس الشيء، حتى وجود الاداريين كان برضو ليه عدد، يعني في مجموعه واحد اثنين وثلاثه. تلقى عاوز اقول لك ايه، كان يجي كابتن ثابت بطل رحمه الله عليه في فتره الفريق حصل يروح واخد اللعيبه والفرقه وجهاز فني يروح طالع بيهم ايه في مكان تاني كده مختلف، ينقلهم نقله تانية بعيد خالص، صح؟ مثلا يتغدوا في مكان، يتعشوا في مكان، يعني عاوز اقول لك ايه، حتى لو في النادي الاهلي، حتى لو في داخل المكان. تكمله الموضوع ده انك انت بامانه ظلمت واحد زي سامي قمصان، يعني حطيت عليه الضغط ومشيت المدرب العام واديت سامي، طب مين اللي موجود يكمل مع سامي؟ طب سافرت انت وسامي في ناس تانية موجوده فين؟ كان المفروض الكلام ده موجود اتحط في الحساب. حصل ما حصل وتجربه ناجحه لا احد يختلف عليها، والراجل ادى اللي عليه. في اخطاء، في اخطاء يا جماعه، طبعا مفيش حاجه اسمها كامله، لكن انا محتاج اقيم الاخطاء دلوقتي، محتاجين دلوقتي بامانه الاهلي احوج ما يكون في هذه اللحظات المهمه جدا الى المسانده. ايوه، والناس تسكت وتهدى. عند في اخطاء، في اخطاء، في كلام عليها، في لعيبه محتاجه تقعد مع نفسها يا جماعه، ده اخطر، يعني عاوز اقول ايه، لازم الناس تتكلم. هل ده مش واضح؟ لا هل ده يا استاذ جمال مش واضح لاداره الكره مثلا في النادي الاهلي؟ واضح جدا لكل الناس، بس احيانا اداره الكره بتحاول تعمل ده، لكن اللي انت بتتكلم عليه بقى يا كابتن ضيق الوقت. طبعا، وان الوقت برضو بعض، صح. وعدد افراد الجهاز برضو قليل، قد يكون قليل بالنسبه للمهام المطلوبه. اوكي، فاعتقد ان مجلس الاداره ولجنه التخطيط هتراعي هذا الامر في المرحله القادمه. لا 100%، لان دلوقتي برضو لا، هو موسيماني كمدير فني كان من وجهه نظره ان هو يشتغل كده، بس اقول لك حاجه، انا شايف طبعا مع احترامنا الكامل لموسيماني والدور اللي اداه والبطولات والكلام ده كله، انما انا شايف اللعيبه مع سامي قمصان بدات تتحرر شويه من الواجبات اللي هي ممكن تكون مقيده امكانياتهم، ممكن. يعني بشوف ده، بس
يعني اللي احنا الملاحظه اللي انا لاحظتها انه زي ما بقول لحضرتك، انت لما يبقى بتعاني من الاجهاد وجي فتره اثناء المباراه انت راكب الجيم زي ما بيقولوا باللغه الكره، استغل هذه الفتره بس كده. يعني انا من وجهه نظري هل عندك مهمة. بعض النواقص عندك بعض النواقص طبيعي لازم. جدا ان احنا نقول هذا الكلام على فكره. لا مش هتلعب 90 دقيقه بنفس القوه. الله ينور عليك. فانت استغل الفتره يعني لما تجيلك الفرصه يعني خلص لما الفرصه أيوة. خلص خلص عشان ما خلص استنى هو إيه؟ انت ليه دايما خلال الفتره السابقه بتبقى دايما كويس في النص ساعه الاولانيه لياقتك موجوده وتمام والدنيا لطيفه وحلوه، بعد كده الدنيا بتهدى شويه. لا وفي حاجه كمان، النتيجه نفسها بتاثر على المنافس غير ان النتيجه بتوقع. يعني انت لو واحد غير اثنين غير ثلاثه، لو تقدمت بدل جون اثنين ثلاثه خلاص، ما هو ده زي ما قلت يا بياخد منك يقتل المباراه. صح، يعني انت قتلت الماتش خلاص. طيب بما اننا بنتكلم النهارده يوم الصراحه يوم مفتوح يوم المفتوح، بما اننا بنتكلم في هذا الامر، اجتهادات كثيرة جدا فيما يخص المدير الفني للنادي الأهلي، والحقيقة يعني أنا لو أتذكر، ويمكن بقى حضراتكم اللي كنتوا بتكتبوا هذا الكلام، وأنا بتذكر مثلا على أيام فايلر لما كان مدير فني، الناس كلها كانت ماشية في اتجاه، والاجتهادات كانت ماشية في اتجاه، ثم فوجئنا باختيار مفاجئ للجميع، باختيار يمكن قبل فايلر ما يجي بيوم تقريبا يوميها بالليل، طبعا لانه بقى اصبح الدنيا واضحه لبعض الناس فاتقال. انا شايف اجتهادات كتيره جدا طبيعي جدا. على فكرة. بتنصحوا لا طبيعي انا ما بقولش على الاجتهادات، لا يعني هي الاجتهادات طبيعيه طبعا، بس برضو طبيعي جدا انه النادي الاهلي كمؤسسه والكل يعلم هذا، انت بتفاجئ في يوم في يوم وصول المدرب ان المدرب جه، وممكن يبقى عكس كل التوقعات وكل التكامل. حقيقي ده حقيقي. ليه بقى؟ لانه الشغل او منظومه العمل قائمه برضو اساسا على انه الاختيارات بتتم او المناقشات بتتم بما يشبه السريه شويه. اوكي ليه انت لا مش بما يشبه، هي سريه، هي سريه طبعا، بس انا بخففها شويه. خلي بالك هي لما بتطلع عارف بتطلع منين؟ ما تطلعش من النادي. لا عارف بتطلع منين؟ منين؟ من الجانب الفني الأخر. من الجانب الفني، يا اما وكيل وكيل اعماله، المدرب. يا اما يعني لو انا مثلا بتكلم مع استاذ محمود صبري ووكيله جمال الزهيري، استاذ جمال الزهيري، انا اقول بقى انا فانت طبعا طبعا بيقول ما انا الاهلي كلمني والاهلي عملني ماشي، وده امر مش هتقدر ده طبيعي. لا طبيعي طبيعي، لانه هو في يوم من الايام خلاص انت هتختار مدرب وهيجي. بس هو المشكله ان النادي الاهلي ما هو بيكلم الاستاذ جمال وبيكلم الاستاذ محمود وبيكلم الاستاذ اسلام وبيكلم الاستاذ علي، وفي الاخر المواصفات بتنطبق على بالظبط واحد فبيجيبه. الاهلي كان بيجيب المدرب يقعد معاه في القاهره وما اتفقش ويمشي ومن حدش كان يعرف بالظبط كده. يعني خدنا فتره صح جوزيه فجينا يعني الاهلي جاب كده. يعني جاب اكتر من حد، جاب حد من هولندا وحد من الارجنتين وجم وحضر وقعدوا ما حدش خد باله والناس ما اتفقش. لا بس الامور مختلفه دلوقتي يا استاذ محمود، دلوقتي ممكن واحد وهو ماشي مثلا يعني قاعدين في مكان ما مثلا او في اي اوتيل واحد معدي كده جاي لقط الموضوع خلص. فاكر اول مره جه جوزيه؟ دلوقتي المسائل ايه؟ تشعر اول مره جه جوزيه محمود اول مره النادي الاهلي يتعاقد مع جوزيه. انا عرفت قبلها بيوم او يومين من واحد، بس خفت اكتب. ما هو ما ينفعش. ليه بقى؟ خفت اكتب ليه؟ لان انا مش عايز، انا عارف ان ممكن يحصل مفاجاه. صديقي تونسي اسمه زفر الله المؤذن بيشتغل في الدوحه في جريده الرايه، لقيته اتصل بيا وقال لي على فكره النادي الاهلي خلص، هو عارف برضو عن طريق وكيل او حاجه البرتغالية والبرتغاليه لو كان وكيله عراقي. ايوه وكيله عراقي اصلا. قال لي هيجي المدرب بتاع الاهلي الجديد اسمه مانويل، جوزيه مانويل. اوكي وايامها يعني انا قلت ايه ده بيقول اي كلام. خفت اكتب مع ان كان ممكن يبقى انفراد وخلاص اقول عالمة الاخبار ولا اي حاجه اي حاجه لكن خفت اكتبها خالص. ليه؟ لاني عارف ان ممكن ان تاني يوم كل حاجه تتغير. لا وممكن لو فجأة. انا اكدت لا ده مدرسه مختلفه احنا شفنا معاه يعني ما حدش شافه، مع كامل احترامي للزملاء اللي موجودين حاليا. نعم يا جماعه في فترات اللي لا الفتره بتاعتكم الاولانيه دي لا لا من بعد لا من لا 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 من يعني من اللي انا حضرته من 92 95 لغايه الفتره اللي بتوغلت فيها السوشيال ميديا في الاخر 10 سنين. لا قبل كده كمان الثمانينات صعب. لا الثمانينات دي صعب جدا كان انت تاخد معلومه من النادي الاهلي او تطلع يعني تخيل. ايوه بس خلي بالك دلوقتي الوضع مختلف. خلينا نقول دلوقتي عاوز اقول لك على حاجه يا كابتن سيد، دلوقتي كمان المواطنين بقوا صحفيين.
أيوة. يعني اللي قاعد في المطار بيتفرج على فكره اللي قاعد في المطار منتظر شايف يا استاذ محمود هو دلوقتي انا مثلا امير توفيق جاب جمال الزهيري وقاعد معاه في اكتر مكان سري في مصر خلاص وده بقى مفيش مكان سري بس يعني وعلي معدي من بره واخد الصوره وشكرا ما الناس كلها هتبقى عارفه مين جمال الزهيري ومين امير توفيق لا طبعا الوضع وفي ثانيه هتلاقي كل حاجه انا عايز بس عشان نبين الحاله كانت ازاي الحاله طبعًا السريه طبعا اجتماع مثلا اتحاد الكوره او مجلس اداره الاهلي ما كانش بيتعرف عنه حاجه غير تاني يوم طبعا اللي هو في الجورنان يعني ما هو ما كانش فيه بقى هي وسائل خلاص بقى وسائل المعارف لا الوضع اختلف اذا خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل في موضوع المدير الفني بالظبط وانا من رايي ان كلها اجتهادات يا كلها اجتهادات واجتهادات مش من جوه اجتهادات من الدايره بص انت حجم السيفيهات اللي اترمت من وكلاء اللاعبين برضو وكلاء اللاعبين لهم دور دلوقتي كل واحد عنده اتصال من مجموعه يرمي اللي هو عايزه ويقول الاهلي بيبحث عن صفات مهمه جدا في نقاط واحد اتنين اهو ده اللي ممكن نتكلم فيه بقى يا استاذ محمود ما هي أكيد الصفات طبعا الاهلي اكيد بيدور على مدرب عنده اهتمام بصناعه الفريق نفسه أوكي. يعني ايه الشغل على عناصر الشباب تطوير اداء الفريق الشغل الفني ازاي هيطور ازاي هيزود ليه لانك انت عندك عناصر موجوده في الفرقه حاليا بامانه شديده الجمهور والناس كان عندها معتقد انها هتبقى في جزئيه تانية يعني هتبقى في نقله في مرحله تانية خالص فجأة في بعض المباريات لعيبه مش عارفه تقف في الملعب في حاله ارتباك واضحه غير مفهومه ده يدفع ثمنها مين يدفع منها ثمنها الفريق في المباريات اللي انت شايفها اكيد في التفكير مدرب شاب عنده شغل واضح وتشاف انه يقدر يقدم لك الحاجه اللي انت عايزها عنده مرونه تكتيكيه ويقدر شايف ويقدر يعمل لك ايه مشاكل هيساعدك في ايه طب هيجيب لك ايه هيطور لك في ايه انت رايح فين طموحه ايه هو عنده طموح وعاوز يعمل تاريخ وبطولات ولا خلاص جاي مقديها شغلانه لا اكيد دي في الحسابات اللي بيدور فيها مجلس اداره الاهلي واكيد انه رغم ضيق الوقت والظروف الصعبه وانت في وانت يعني في منتصف الموسم بالنسبه له هو بره قاعد في اعصابه هاديه وفي ناس طبعا اكيد ارتبطت وفي ناس تانية برضه متابعاك وانت بتتفاوض وبتشوفك بتريح فين وعينك رايحه فين وهيتدخل يبوظ لك وهيتدخل يعلي لك مش هيسيبك برضه فعشان كده انت لازم تبقى قافل قوي اوكي ها وبتدور على الحاجه اللي انت عايزها زي ما لما جه فايلر قال ايه يا عم فايلر ده ما عندوش سي في قال لك ده درجه ثالثه وده درجه مش عارف ايه بص راح مفاجئك باداء في السوبر 3-2 وحسم الدوري وحسم الدوري قبل يعني نهايته بكام بقد ايه وكان المفروض كان عنده فرصه انه يكمل في افريقيا لكن الظروف اللي حصلت هوبا راح من الاهلي وجايب موسيماني اتقلبت بقى الدنيا بقى لما يجيب موسيماني وازاي تجيب من افريقيا وازاي والحسابات المكاسب ما بتبقى مختلفه الرؤيه بتبقى مختلف الاهلي دوره وادارته وجمهوره بيقدموا الدعم نعم وبسنده هو ده اللي انا بقوله ده هو ده ومجلس اداره الاهلي ولجنه التخطيط وشركه الكوره اللي احنا نقدر ناكده يعني انه بناء على التجارب السابقه كلها جيده جماهير الاهلي تطمئن انه هيجي حد كويس انا بس اللي مدرب كويس اللي انا مش عايزه ان الناس تستعجل لا لانه انا عشان اجيب مدرب معين بمواصفات النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي وفي نفس الوقت اديله السعر اللي انا مش هقدر اعلى عنه لازم اختار كويس لازم ابقى مختار كويس لان هتقولي ليه مش هتعلى عنه لانه ده المناسب بالنسبه لي كميزانيه وككل حاجه من ضمن العيوب اللي احنا اتكلمنا عليها ايام ما كان اتحاد الكره بيدور على مدير فني ساعه ما اختار ايهاب جلال احنا اتكلمنا في حاجه واحده ان اتحاد الكره استعجل في ان هو يعلن المدير الفني طبعا او يعني اختياره ولما عينه ما حددش هو عايز ايه منه يا استاذ جمال انت لازم يعني لما جاب ايهاب ماشي ما قالش هو طلع اتحاد الكوره والله يا جماعه احنا اخترنا ايهاب فظلم عشان واحد اتنين تلاته اربعه ده قدم لنا ورقه واتكلمنا معاه فناقشنا لا ما فيش الكلام ما فيش الكلام ما فيش ما حصلش هو ما كانش فيه دولارات فانا جبت ايهاب جلال كابتن ايهاب جلال ودلوقتي الدولارات طلعت ودلوقتي الدولارات زاد لا في بير بترول بيقول لك دلوقتي الدولارات زاد جول الاتحاد لا جنبه لا جنبه النادي الاهلي بينه وبين النادي الاهلي يا ريت يا ريت عموما اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم يعني لانه الفتره اللي جايه صعبه فنيا
وان شاء الله دايما طالما دعم جمهور النادي الاهلي اعتقد الامور بتبقى جيده. والجمهور على فكره واعي تماما، هو النادي الاهلي بطبعه ما بيحبش يغير مدربين اثناء الموسم. اوكي. ومتابعين تماما. نزولا على رغبه يعني موسيماني والنادي الاهلي. لكن طالما فعلا برضو دي نقطه مهمه قوي برضو انه النادي الاهلي لما بيلاقي المدرب مش هيكمل خلاص مفيش داعي تطول، زي ما حصل مع فايلر. ما فايلر لما قال انا ماشي مش قادر اكمل خلاص مش هتجبره. نفس الشيء مع موسيماني مع كل الاحترام والتقدير. لا الاثنين كتبوا تاريخ جيد بالظبط كده، وعملوا برضو في فتره زمنيه مزبوط. قليله عملوا نتائج كويسه فبنشكرهم عليها يعني. طبعا عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره الجايه. بشكرك جدا يا استاذ شكرا جمال. شكرا كابتن. شكرا جزيلا يا استاذ محمود. شكرا. انا بشكر استاذ جمال طبعا واستاذ محمود على وجودهم معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت بعض الامور الفنيه الخاصه بمباراه غدا ان شاء الله. النهارده خدنا قصه المدير الفني اللي بنتكلم عنها اكتر او اتكلمنا عنها اكتر، واتكلمنا في امور ومشاكل خاصه بمباراه الاهلي والزمالك وتخص الفريق. دلوقتي هنتكلم فنيا بقى عن مباراه بكره ان شاء الله. بعد الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت.